أنا آسف جدا، الظاهر إني غلطت في العنوان، أنا كنت قاصد بيت الدكتورة حريصة نظيف، سلام عليكم. هنا بيت الدكتورة حريصة. هنا؟ أيوة يا فندم.
حضرتك انا الاستاذ فطين سيد حسان مدرس الدراسات الاجتماعيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل حضرتك. بعد اذن حضرتك. ممكن الشوز؟ لا مع حضرتك، اولا الشوز ده بتاعي انا، ثانيا انا والله العظيم لسه غاسل رجلي قبل ما انزل حالا. لو سمحت. حاضر. انا اخلعه بس علشان خاطر ذوقك وادبك. ايه الابتسامه الجميله دي؟ حاضر يا سيدي. لا بعد اذنك. بتاعي. بعد اذنك. حاضر يا سيدي، انا هخلعه بس علشان خاطر ذوقك وادبك. ايه الابتسامه الجميله دي؟ اتفضل يا سيدي. ادخل منين بقى؟ اتفضل حضرتك. حاضر. ايه الادب الجم ده؟ حاضر. اتفضل من هنا. من هنا؟ واضح انكم منظمين جدا. هنا؟ لا هنا. بس ده حمام. لا حضرتك، لا والف لا حضرتك، انا لسه مستحمي قبل ما انزل وزي الفل. لو سمحت. ما انا فاهم، يعني هو الدرس هيبقى جوه الحمام؟ لا يا فندم، حضرتك تغسل ايدك ووشك بالمطهرات. حاضر 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 يا سيدي، واضح ان النظام والنظافة هنا في البيت سمة اساسية من سماته. وانا بحب النظافة جدا. يا سلام، يا ريت كل البيوت كده، يبقى شعب متحضر جميل. ده انا بموت في النظافة. اظن بقى انا كده تمام قوي. ممكن بقى تقول لي ثانية واحدة يا فندم؟ تاني. بعد اذن حضرتك. ايه ده؟ لا 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 كفايه، فوق 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 فوق. ايه شكرا. لا لا كفايه بقى لحد هنا بقى، انا مدرس محترم ونضيف. اتفضل 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 البس. ايه ده؟ انا البس كل ده؟ حاضر. ممكن بقى حضرتك تقول لي الدرس هيبقى فين؟ ايه الغلب ده يا ربي؟ مستر فاتشي، ارجو الانتباه اثناء الدرس، إذا شعرت بسخونة أو بدوخة يا ريت تبلغنا على طول. أنا عاملة هنا غرفة للعزل، المشروبات في أكواب بلاستيك، ويا ريت تتخلص منها فور الانتهاء من الشغل. حضرتك أنا مش عيان. ما أنا عارفة يا مستر فاتشين، بس الحرص واجب والوقاية دي شيء كويس. حاضر، ممكن بقى بعد إذن حضرتك نبدأ الدرس؟ اتفضل حضرتك. شايفني يا زياد وسامعني هناك؟ سامعك يا مستر. احنا هنبدأ الأول. لا بقى كده مش هينفع خالص، مش كل جملة أجي أقولها تقعدوا ترشوا كده. يا سيدي أنا عارف، يا سيدي أنا عارف إن النظافة والنظام ده شيء كويس، لكن مش للدرجة دي. كده بقى مش هينفع خالص، كده مش هينفع، مش هينفع اشرح خالص، مش كفايه اللي انتوا ملبسينهولي ده. يا دكتوره حريصه، يا دكتوره حريصه. في ايه يا مستر فاتين؟ ظهرت اي اعراض؟ اعراض ايه حضرتك؟ انا كده بقى مش هينفع خالص، ما هو انا مش كل ما اجي اتكلم كلمه الاقيهم بيقعدوا. اهو اهو اتفضلي حضرتك، انا بقى هقعد اشرح ازاي حضرتك؟ والله العظيم انا لو اعرف ان الدرس هيبقى بالشكل ده انا كنت عديت على المستشفى وجبت لكم شهاده صحيه معاك، او كنا خدنا الدرس في المستشفى وخلاص. شيلوا زياد من هنا بسرعه بسرعه، وكل واحد يخلي باله من نفسه، وحطوا المريض في اوضه العزل. يلا
سيبوني، وانا لازم اقص من كتر الزريبه، انا مش مريض، الحقوني. وما سابونيش يا عم انس غير لما عملوا لي كل التحاليل لغايه لما اتاكدوا ان انا سليم. الحمد لله بقى، انا بس كل اللي صعبان عليا يا عمي ان انا جاي من هناك لحد هنا حافي. خلاص بقى يا فطيب، الله خلاص يا اخي. ايه حصل خير؟ الناس معذوره برضو يا فطيب، ما الكل خايف. يلا اطلع بقى جهز نفسك عشان الحفل. حاضر يا عم. عم انس من حق لما تيجي خطيبتي لمياء يعني اوعى اوعى تقول لها لحسن تزعل مني. المهم انت ما تقولهاش. حسين ايه ده؟ حضرتك اتعدت؟ يا نهار ابيض، لا ما تسكتش ما تسكتش، انت لازم تحلل. برافو عليك يا حضرة الضابط، كده تمام. شكرا يا فندم، البركة في توجيه سعادتك. والخطوات اللي جاية؟ محسوبة ومدروسة. بس خلي بالك يا حضرة الضابط، الموضوع مش سهل. عارفة يا فندم، وإن شاء الله أكون قده. وأنا واثق إنك هتنجحي في تحقيق هدفك. شكرا يا فندم، بعد إذن سعادتك. يسوع حبيبي. لا بجد بجد انا زعلان. بيبو اتفضلي. زعلان؟ دي مواعيد، انا مش هستنى حد بعد كده. اتفضلي. هو احنا كان في بينا ميعاد اصلا؟ وبعدين انت بتعمل هنا ايه؟ مش هقول لك يا ستي قبل ما تقولي لي ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا ساره. انت مش ممكن على فكره. عارف. شكرا يا بيبو. اصل يا كينج، قولي لي بقى انت ايه اللي جايبك هنا؟ عندي ميعاد مع واحدة صاحبتي، لما بنبقى فاضيين بنيجي نتقابل نشرب حاجة نرغي شوية كده يعني. من حظي بقى انها اتأخرت. لا ما هي مش جاية اصلا، اتكلمت واعتذرت. مش جاية؟ حلوة قوي، احسن. نعم؟ لا قصدي يعني احسن، لحسن الجو النهاردة برد قوي. سيرة كنا فيها. قولي بقى انت بتيجي هنا كتير؟ اصل انا بحب المكان ده قوي وما بسرحش غير هنا. بس هنا بقى بسرح اكتر مش كده؟ كده. قولي لي بقى انت عباره عن ايه؟ يعني ايه؟ قصدي يعني كلميني عن نفسك شويه بس باختصار لو سمحتي. معاك المايك. اوكي. بصي يا ستي، انا اسمي ساره عاصم، وحيده بابا وماما. بابا متوفي، عايشه انا وماما لوحدنا. ماما دكتوره. انا بحب الموسيقى والعزف جدا، يعني تقدر تقول عني انسانه بسيطه، وبحب كمان الانسان البسيط. عندي احلام كتير قوي قوي نفسي احققها، ان شاء الله هحققها كلها. بس ان شاء الله صعب. امال لو ما قلتلكيش باختصار. قولي بقى انت عباره عن ايه؟ ايه؟ يعني احكي لي عن نفسك شويه بس باختصار لو سمحت. اتفضل. مايك مايك. انا؟ انا بصراحه كنت بحب المكان ده قوي، بس هنا احسن بكتير. لا بجد انت غريب. انا عارف. انت ايه كده؟ يعني اللي بيجي على بالك بتعمله من غير ما تفكر في اي حاجه؟ بصي اصل انا بحب اكون طاير على طول، المكان اللي يعجبني اروح له. ما قلتليش بقى انت بتشتغل ايه؟ هي فرقه معاكي قوي؟ طبعا. مش انا حكيت لك كل حاجه عني؟ بشتغل يا ستي مدرس، مدرس دراسات تاريخ يعني. لا مش ممكن. ليه مش ممكن؟ ليه هو لازم يعني المدرس يكون بيصحى بدري ويكون بيلبس نظاره بيلبس بلوفرات واكيد طبعا بينام بدري يعني حاجة زي كده؟ لا ما هو أنا ببقى كده في المدرسة، إنما بقى بره المدرسة وبره الشغل بحب أعيش يعني عصري كده ومنطلق. إنما هو بقى إيه ده؟ استنى استنى استنى، هو مين؟ لا قصدي أنا ببقى مدرس يعني في المدرسة الصبح وكده، ببقى يعني مختلف خالص. أنت عارفة يا سارة؟ أنت ممكن ما تعرفنيش. لا والله. انا لازم اطير بقى دلوقتي عشان اجهز. استنى بس انت هتروح على فين؟ عندي درس بس هو بعيد شويه، بيتكلم عن لبنان والماس في العصر الحديث. هتركب ورايا ولا المكان هنا شكله عجبك؟ لا لا استنى انا جاي. استنى يلا. استنى بس ما تتاخريش بقى المره الجايه. اتاخر عن ايه؟ بس ايه رايك في البرتقال؟ كويس. هو بقى ولا الاناناس اللي كان في البوفيه؟ فاكره؟ يعني هو قال لك انه راح الدرس فعلا يا عمي؟ ايوه. لا يا عمي راح الدرس ولا لا؟ لما سليم، ما انت عارفه فاطين ما بيقولش حاجه. يا عمي فاطين بيقول لك على كل حاجه، وبعدين انت متوتر ليه وانت بتتكلم معايا؟ ها اهو جه اهو. عم انس عم انس يلا بقى دلوقتي، هي دلوقتي في البرنده لوحدها خالص، فرصتك بقى.
لا انا مش هقدر يا فطيب. يا عمي انت لا، يلا بقى روح اجمد كده. ظبطت العم انس كل حاجه يا لمياء. عملت ايه في الدرس طمني؟ كل حاجه متظبطه لعم انس. بقول لك عملت ايه في الدرس؟ ايه لمياء، هو ده وقت درس ده؟ وبعدين ده عصير برتقال وعرفناه، ده بقى ايه؟ عصير برسيم. اضحكي يا شيخه اضحكي. منور يا استاذ انس. تعيشي، انا الحقيقه كنت عايز كنت يعني. عنطرة يا عمي. ايه؟ عنطرة بن شداد. طيب حاضر، انت ايه رايك في عنطرة بن شداد؟ من ناحيه ايه؟ بتقول لك من ناحيه ايه؟ طب ادخل على امرؤ القيس. طيب ايه رايك في امرؤ القيس؟ امرؤ القيس؟ بصراحه يا استاذ انس، اصل انا محرجه منك قوي، انا مش غاوي ادب وشعر عربي زيك، انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بحب جول فيرن. مين؟ جول فيرن. وبعشق بودلير. ده هايل بودلير ده اكيد. وبعدين حضرتك لسه مش شربتش حاجه لغايه دلوقتي ازاي؟ ده البيت بيتك. اتفضل يا استاذ انس. ازاي اتفضل؟ مجلس اجنبي يا يعني انت عمالك تقول لعمك على عنطرة وامرؤ القيس؟ طب وانا فيش كلمة حلوة كده؟ انت رومانسي اهو، قولي اي حاجة. يا لمياء انا بعتبرك واعية وناضجة، وبعدين احنا خلاص عدينا مرحلة المراهقة المتأخرة بتاعت عم انس، واذا كنت يا ستي عايزة تسمعي كلام حب فانا هسمعك احلى كلام يا لمياء. قول. عشان تعرفي انا قد ايه بموت فيكي. هل غادر الشعراء من متردمي، ام هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ما قلتليش بقى المصلحه دي تاخد منك كام يوم؟ مش عارف يا بونبون، المهم تخلي بالك من اخويا فاطين ومن عم انس. ها الله، طب وابوك؟ لا، ابويا سيد الحوم، ما تخافش عليه. كان نفسي اجي معاك المصلحه دي يا مش، وعيب مش عايزك تقلق مني، انا خلاص اتغيرت وتعلمت كل حاجه، وتقدر تقول ان قلبي ده بقى قلب ميت. أول مرة تسافروا وتغيبوا عن عيني. ميشو خلي بالك يا دنايا من أخوك فطين، اوعى يغيب عن عينك. وهو ده الكبير. اسم الله عليك يا حبيبي، وأنت كمان خلي بالك من أخوك. يا ماما ما تقلقيش، دي حتى كفر الشيخ قريبة، اسمها شرم الشيخ يا ميشو، وفي جنوب سيناء، وهي مركز سياحي عالمي. خلاص عرفنا، يلا بقى بينا عشان ما نتأخرش. استنى يا حبيبي، خد يا حبيبي خلي السلسلة دي معاك، عشان يا حبيبي كل ما تشوفها تفتكر كلامي. ميشو ايه الودان راحت فين؟ ده انت مش معايا خالص. زي ما قلت بالظبط. خلاص زي ما قلت. ايه ده؟ بس لو ابوك سأل عليك هقول له ايه؟ قول له راح مصلحه وبعدين هيخلص ويرجع تاني. تمام، لو سال عليك اقول له في مصلحه وانا غبي. تمام، هقول له زي ما انت قلت بالظبط. يلا يا عم انس ضايقتني. طب ما قلتلهاش ليه بس؟ مش عارف يا فطين، لساني اتلجم وما قدرتش اقول. ده لو تتعلم من فطين ابن اخوك، ده انا قلت القصيده كامله للمياء حبيبتي وهي واقفه متسمره ومندهشه وطايره من الفرح. مش كده لمياء حبيبتي؟ كده، بس ممكن بقى تشوف لي تاكسي عشان انا عايزه اروح، لان تعبت من كتر القصائد الجميله، هتجنن. ما اجيب لها تاكسي منين بس دلوقتي؟ يا نهار ابيض، برشام حكيمي هابوس ايديكم، مش وقتكم خالص. انا معايا النهارده خطيبتي لمياء وعم انس، ابوس ايديكم وتفضحوني. لا ما تقلقش، انا مقدر موقفك يا استاذ فطين، المره دي احنا مش جايين ناخدك خالص بجد. برشام
شاكر قوي رجاله والله العظيم. انا كنت عارف ان انتوا هتقدروا يعني العيش والملح واللي ما بيننا. يلا يا عم انس. انا هو في حد غيرك هنا اسمه انس؟ يلا على فين انتوا مين اساسا؟ هتركب معانا بالذوق ولا نركبك بطريقتنا؟ مين دول يا فاطين؟ ها ما حضرتك ما حضرتك بقى عم انس اركب انت بقى معاهم وانا يعني هوصل خطيبتي لمياء وهتصرف انا بقى. اركب انت بقى معاه. اركب مع مين يا دي اشكالي تركب معاها دي؟ الله 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 انت بتغلط كمان. ده انت شكلك كده مش هيجي بالسوق. انا على في ايه يا حضرتك؟ في ايه ما يصحش؟ عم انس عم انس عيب كده يا حضرت ما يصحش كده. مع السلامة عم انس. بالراحة عليها بالشام انت وكاميا. هو واحد بالراحة. مع السلامة عم انس. حاسب الكاميرا. مين دول؟ انا هتصرف. ها مين دول يا فطين؟ عم انس. مع السلامة عم انس. مع الف سلامة. يعني مع السلامة مين دول؟ دول برشام وكاميا يعني معرفة قديمة كده وهم بيحبوا يهزروا معانا من وقت. ماشي يا شيكو ماشي. حصلت انها توصل لعمي انس. يعني خلاص يا معلم كله في التمام؟ مش تمام قوي يا ستيشن. قال ايه لسه هتفكر وتقلبها في دماغها براحتها. انا بقى مش هزهق بسرعه. شكرا يا معلم. طب بقول لك ايه يا معلم؟ طب ما تسيبك من سميره هانم دي طالما شايفه نفسها يعني وتشوف مصلحه مع واحده غيرها. وريني كده وريني. يلا يا معلم امي وش امشي في امشي في ايه يا معلم؟ سيبني منها ازاي يا اخويا؟ سميره دي المصلحه الكبيره. سميره دي العمليه الصح الصح. احط فلوسها على فلوسي واطمن. واول ما اطمن بقى اعمل حفله اعتزال وعرض. الحق يا بابا الحق يا بابا الحق يا بابا. بس انا مش هسكت. ده لما كان بيحصل معايا فكان ماشي بعديها. انما بقى يحصل مع عمي انس وقدام خطيبتي الامياء ده اللي مش ممكن ابدا يا بابا. ايه اللي حصل يا ولد؟ ها؟ جاك هوا ما تنطق. رجالي شيكو مدريد خدوا عمي انس يا بابا. ما ياخدوه يا اخويا. هو ده اللي مزعلك قوي؟ ايوه بابا. يا بابا عم انس انا عم انس انا خايف عليه قوي. الوشني الوشني هو ملوش ذنب يا بابا. ما تخافش يا اخويا على عمك انس. في ايه يا انت؟ تعالى يا بابا في ايه يا انت؟ وين وداك هنا؟ معلش. الله في ايه؟ ده هيلبخهم عمك انس ده. هم من نفسهم هيجيبوا لك لحد عندك. اطمن يا اخويا. يلا يا اخويا على اوضتك خش. وانا مش هنام ولا هيجيلي نوم غير وعم انس نايم في السرير. مش انا اللي يحصل معايا كده يا استاذ شيكو مدريد. انت واذا كنت ما انتش عارف مين انا اعرفك. انا انس الوجود حسان تاريخ مشرف وبطل من ابطال حرب اكتوبر. يعني انا لا خايف منك ولا خايف من رجالتك دول. فلو سمحت اولا خليهم يسيبوني. ثانيا يعتذروا عن الاهانه التي لحقت بي. ثالثا يوفروا لي وسيله مواصلات مناسبه ومريحه توصلني لحد البيت لان الطريقه اللي جابوني بيها وجعت لي ضهري قوي. خلصت كلامك يالا؟ لسه ما خلصتش. لعلمك فاطين ابن اخويا شاف رجالتك وهم بياخدوني. هنشوف بقى فاطين هيعمل ايه عشان خاطر عمه. احذر احذر من مخالب الاسد. اسمعني انا بقى عشان عايز الخص لك الصورة اللي جنب دي. انت اللي مصورها ولا مش انت اللي مصورها؟ ايوه انا. رمضان بقى الصورة دي جت لي ايديا. وبساعة ما جت لي ايديا وعكرت لي دماغي وفورت لي دمي. عشان كده جبتك هنا بقى عشان تصور لي الصورة زيها كده. انا واقف كده. التفاهة دي. انا مالي انا دمك اتعكر ولا ما اتعكرش؟ عايز تصور؟ تعالى الاستوديو اتصور. انما اصور كده بالطريقة دي بالعافية لا يمكن يحصل ابدا. طب افهم هتصور ولا مش هتصور؟ مش هصور. ولعلمك بقى ميشو ابن اخويا زمانه جاي. انت عارف ميشو ممكن يعمل ايه؟ بس ميشو عارف كفايه. عارف ميشو بس يعمل ايه؟ ميشو كفايه. ميشو ميشو سكتوه سكتوه. اهلا اهلا بيك. منوره بناسها والله. لا انا هوصل للاوتيل واجي لك على طول. سلام. يا جماعة يا جماعة النهار طلع علينا وبرضه محدش فيكم فهم أي حرف من الخطة
اللي انا من امبارح عمال اشرحها ده يرغول بده يا ربي. يا فاطين يا فاطين، ميشو كان بيرسم الخطه واحنا بننفذ وخلاص، وعمره ما خاف اي حاجه هو بيعملها. غلط غلط يا بونبوني، لان المهمه اللي احنا رايحينها دي مهمه خير وحق، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بيها، وكما قيل من ركب الحق غلب الخلق. اهو الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده فجأة هو اللي بيضيع الخطة من دماغنا. وكمان انا دوري هيبقى ايه يا استاذ فاطين؟ يا سوستة اصبر عليا، ده عاشر مرة تسألني السؤال ده؟ لا وعاشر مرة فهمهولك يا سوستة. يا حبيبي انت اهم دور فينا، بقيت الجناح الايمن لينا كلنا. يلا يا جماعة انا عايزكم بقى تركزوا معايا والاخر مرة، ها؟ علشان عايز ادي شيكو مدريد ده درس خصوصي يطلع من نفوخه، عشان يبقى يعرف ان كله كله الا عمي انس. واذا كان بقى هو عنده دماغ فانا عندي دماغ احسن منه، واذا كان هو عنده رجاله فانا عندي دماغ احسن منه برضه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. جاي لك يا شيكو يا مدريد، جاي لك عشان تعرف ان للصبر حدود، واتقي شر الحليم اذا غضب. اما خليت عليها واطيها. معلش يا عم انس، معلش الخطه فشلت. معلش يا فطين يا ابني، معلش انا مش زعلان، المهم ان انت حاولت. بس ما تقلقش يا عم انس، ما تقلقش، انا لسه معايا كارت تاني ان شاء الله هو اللي هيقلب الموازين كلها ان شاء الله، لانه هو قلب الهجوم. مش هو ده الكارت اللي انت بتتكلم عنه؟ سامحني سامحني يا فطين، سامحني يا فطين. سامحني يا عم انس، سامحني يا عم انس، المره الثانيه والاخيره الكارت اللي كان معانا اتحرق. هتصور ولا مش هتصور؟ لا بلاش بلاش يا عم انس، بلاش يا عم انس. حاضر يا فطين هصور. تعجبني يا عمو انس، تعجبني قوي، وتصورني معاه ومعاهم كده وهو متعلق، وتبعت الصوره لسيد الحاوي ونكتب تحت الصوره دي everything is okay امضاء عمو انس. يا رب الفيلم يتحرق، يا رب الفيلم يتحرق. مرحبا يا اهلا يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا اخ ميشو، ولك نورت، الف مرحبا. انت ما بتعرف قديش انا بحب مصر، ولك انا نفسي من زمان زوره، ولك انا بحب مصر وبحب اهاليها وبحب اهراماتها وخان خليلها، بحب كل شيء فيها مصر، في احلى من مصر، ام الدنيا مصر. تعرف اللي في الصوره دي موجود فين دلوقتي؟ ابو الميش فريد بيه خبرني قبل ما تجي، بس انا بدي اقول لك شغله، المكان اللي موجود فيه هيدا الشخص يمكن يكون مكان خطر شوي. ما تقلقش، قول لي بس الاقيه فين وما تقلقش. ولك روق شوي روق شوي ابو الميش، انت هون ببيروت منك بمصر، هيدا المكان له خاصيته، انت ما بتعرف شي هون، هيدا البلد غريب من نوعه. انا بدي اياك تفكر شوي وتروق، بركي ما قدرت تنفذ الشي اللي جاي مشانه. فين المكان؟ وين مصاري؟ جيب مصاري هون. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Tu cherches le merde? Hein? Mais je pique.
أبداي سكير تزميك ولا اللي جابوك المكان هنا ما قالولكش ان دي مملكة ألدرادو؟ يعني محدش يقدر يخرج او يطلع غير لما يجي يستأذني؟ انت مش لعيب، دي غلطة تتعاقب عليها. انت مين؟ عايز ايه؟ اسمك ايه؟ ميشو. مصري؟ تعجبني يا مصري، تعجبني. الراجل اللي في الصورة ماشي تدور عليه ليه وتسأل؟ عايز منه ايه؟ في شغل ما بيني وما بينه. تاني؟ غلطة تاني؟ هتكذب تاني يا بيشو؟ ميشو تتعاقب عليه. الراجل ده بحمايتي، بيدفع لي عشان احميه. يعني لو في شغل بينك وبينه كان قال. صح يا هيشو؟ ميشو هيشو بيشو ميشو جمون فوق. سيبك غاف. ها اسمع، انا هسيبك تمشي بس الغلطة التالتة بموتك يا مصري، مفهوم؟ توني إليك. نسيت أقولك إن ألدرادو يحب ياخد تذكار من الأبضيات اللي زيها. إيه؟ غالية عندك قوي كده؟ مش كده؟ غالية ها؟ توني بس عايزك تعرف اني ما بحبش حد ياخد مني حاجة غصب عني. خلوا عينكم عليهم، هو اللي اسمه توفيق، في شيء معه بدي اعرفه. من بعده خلصوا عليهم. يلا. اوف، هذا اللي صار معك؟ شفت ابو الميش، انا ما كان بدي اياك تروح حتى ما يصير معك اللي صار. مين قال دراودو ده؟ شو بالك وطي صوتك؟ هيدا ألدورادو من أكبر المجرمين هون ببيروت، وإله عيون ودينين مسطوطين كلياتهم بالسوق. هو أساساً تركي بس من جذور عربية، والناس بتخاف منه كتير كتير، بيحسبوا له ألف حساب. هيدا الزلمة مجرم، بيشتغل بكل شيء كل شيء، وأهم شيء عنده الفلوس المصاري. قلتلي عرفت دلوقتي ليه توفيق سكن في الحديدة بالذات. ايه طبعا، لانه بيخاف انه يوصلوا له. بس انا اكيد انه توفيق ما خبر ألدورادو عن الألمازة، وقال له ألدورادو كان حصل على الألمازة وتخلص منه. صح يا نور، عشان كده توفيق هيحاول يتصرف فيها بسرعة قبل ما ألدورادو يحس بأي حاجة. اوف كورس، انا علشان كده لازم اراقبه بس بعيد عن عيون ألدورادو. صديقي خلينا بالاول ناكلنا شلقمه ويصير بيناتنا، يعني كيف بدي اقول لك، زي ما بيقولوا في مصر، يصير بيناتنا عيش وملح وبعدين بنفكر بموضوع المراقبه. شو رايك؟ بيصير؟ بيصير. منيح؟ بيصير. ألف شكر. مع السلامة يا رجاله.
لكم واحده واحده بقى وانتم بتوصلوا عم انس. ها هستناكم الساعه 2. مع الخير يا استاذ فطيم. صباح النور يا اخويا. صباح النور. مش وقت صباح الخير خالص. فكني. مين الناس دول اللي كل مره هيربطوكوا وهيرموكوا كده يا استاذ فطيم؟ وانا قايل لك 100 مره ان دولت ناس اصحابي بيحبوني وانا كمان ما بحبهمش يا جعيدي. انا لو منيت اقطع معاهم والله. هو يعني من قله الصحابه؟ هو يعني بمزاج انا يا عم جعيدي؟ ما تخلص بقى فكني. اها هنفكك. اها ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اطلع يا استاذ فطيم. ماشي يا اخويا. بالراحه بالراحه. اها ماشي. فرده الجزمه جزمه اهم حاجه اهم حاجه. ماشي ماشي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. يا ظهري. عايز اعرف مين الناس دول اللي اخدوا عمك غصب عنه. اخد بس نفس يا لمياء يا حبيبتي وبعدين. هما برضو نفس الناس اللي رموك قدام باب المدرسه ومخلينك مش قادر توصل بطولك كده. ايه ده انت مين اللي قالك؟ جعيدي اكيد. اما وريتك يا جعيدي. سيبك من جعيدي دلوقتي وقولي عملت ايه في درس امبارح. ما تخلينا احسن في جعيدي. ها هو ازاي يفتن؟ هو ما يعرفش ان الفتنه اشد من القتل. انا لازم اروح اقول. بقول لك يا فاطين جاوب بالذوق وقولي مين الناس دول وعملت ايه في درس امبارح. بصي بقى يا لمياء يا حبيبتي، الناس دولت بقى كانوا عايزين عم انس علشان يصورهم، وبعدين انت عارفه بقى عم انس مفيش زيه في التصوير. طب وهم ما راحولوش ليه الاستوديو بتاعه؟ ما اصل هم كانوا عايزينه بقى في حفله خاصه كده هون، وانت عارفه ان عم انس مفيش زيه في التصوير. وايه اللي خلاهم يرموك على باب المدرسه؟ بيهزروا يا لمياء بيهزروا، بس هم يعني تلاقي هزارهم تقيل. ماشي يا فاطين، انا هاكلها بمزاجي وهعمل نفسي مصدقاك. قول لي بقى عملت ايه في درس امبارح؟ ما لمياء بصي انا بصراحه يعني مش عايز اقول لك علشان ما تفتكريش يعني ان انا بتحجج علشان ما اديش دروس خصوصيه، مع ان انا من جوه انا حابب قوي ادي دروس خصوصيه. انت هتقول لي؟ قول يا حبيبي قول ما تخافش. قصدي هو لسه في مدرسين بيدوا دروس خصوصيه في اللي احنا فيه ده. عايز كل واحد يبقى حافظ دوره كويس في الخطه، مش عايز اي تقصير. انتوا لسه ما تعودتوش على الشغل معايا. اهم حاجه عندي ننفذ كل اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. قدامنا ساعه واحده بس من دلوقتي، اتفضلوا جهزوا عشان نتحرك. محدش يتحرك من مكانك. ألف مبروك يا حضرة الضابط، وخلي بالك أنت ليك مكافأة خاصة بمناسبة نجاح العملية. متشكر جدا يا فندم، احنا ماشيين بتوجيهات سيادتك. وأنا ثقتي فيك كبيرة يا ابني. يلا بقى جهز نفسك للعملية الجاية. جاهز يا فندم، بعد إذن حضرتك. اتفضل. الحمد لله. ها في اي اسئله يا اولاد؟ لا ايوه لسه. طب الحمد لله. انا بقى دلوقتي خلصت الحصه بتاعتي. في اي حد منكم عنده مشكله او بيشتكي من اي حاجه؟ يا مستر عنده مشكله.
ايه هي؟ احنا اتفقنا مع تودي ان هو يلعبنا ماتش كوره وهو بفرقته واحنا بفرقتنا، هو اللي هيشيلنا ضغط الفصل ده. الله، فكره هايله وحضاريه، برافو عليك، برافو 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 عليك يا ولاد. النظافه سمه من سمات التقدم. بس دودي رجع في كلامه، يعني خايف؟ لا 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 دودي، لا انا عارف دودي كويس جدا، دودي لا يخاف ولا يتراجع، مش كده يا دودي؟ انا مش خايف وحضرتك عارف عني ده، صراحه ما كانش عاجبني فهو اللي خلاني اتراجع ان انا العب معاهم. بس المره دي تفكيرهم كويس يا دودي، دول عايزين يساعدوا في نظافه الفصل، وبعدين كمان ما تنساش ان الرياضه شيء كويس. انا موافق بس على شرط. ايه هو يا سدودي؟ مستر فطين يبقى الحكم. انا والله فكره. بصوا يا اولاد، عايزين النهارده ان شاء الله واحنا بنلعب في الملعب احنا تبقى رياضيه ونتسم بالروح الرياضيه العاليه، والتشجيع لازم يكون حضاري لان التشجيع سمه من سمات التحضر يا اولاد، والمنافسه لازم تبقى شريفه، يعني ايا كان الفايز ان شاء الله هنشجعه ونحييه، والمهزوم برضه هنشجعه ونحييه، يعني مش عايزين تعصب يا اولاد، فاهمين؟ فاهمين يا مستر. وبالمناسبه بتاعه التعصب دي يا اولاد، خلي بالكم ان الحكم بشر، يعني ان شاء الله هيغلط بامر الله في اي وقت كان يعني، ها؟ فمش عايزين اي حد منكم، الفريق بتاع اللي لابس اخضر ده، مش عايزين اي حد منكم يزعل او يحدفني بالطوب. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. وليد، دودي، امسك يا دودي. لحظه واحده. نلعب رف. تختار ايه؟ ملك. وانت؟ كتاب. اكيد كتاب. ملك. كتابة كتابة دودي دودي، يلا مش عايزين تعصب، احنا بنقول اهو. التعصب.